هلا البرنامج اللي بعده هو بيم بروجرامز ريفيت والاركيكاد. طبعا بيم هو الموضة الجديدة حاليا بالوقت تصوير الفيديو هذا يعني، وهي الموضة انا شخصيا ما بشوفها جيدة ابدا يعني. طلاب العمارة، ما عم بحكي للمشاريع الهندسية بعد العمارة، طلاب العمارة كنت افهموا شغلة، الوعود اللي عم تشوفوها بالريفيت عم يتفلسفوا فيها بجماعة الريفيت، معلش مع احترامي الشديد لهم، شوفوا لي هالبوكس اللي طلع، شوفوا لي هالمبنى، شوفوا لي الديزاين، وين ديزاين؟ يعني هذا مبنى جدا تجاري يعني، ما فيه اي جنس التصميم يعني، بحكي بصراحه يعني، معلش هذا ولا اللي عم تشوفوه قبل، هذا ما اسمه تصميم، بالنهايه هذا رح يطلع معكم انتم كطلاب يعني ما بعرف يا جماعه. البيم كاعلان كترند طالع لشو؟ ليوفر عنا بموضوع الحسابات الانشائيه، موضوع التنسيق بين الاختصاصات، موضوع هذا الكلام كله انتم بغنى عنه كطلاب عماره، انتم اختصاص مختصاصات، ما لكم علاقه بانكم تديروا الاختصاصات. فهذا الكلام يعني موضوع الاداره له منحة ثانيه يعني، بنحكى فيه بفيديوهات ثانيه يعني. فانتم بليز يعني موضوع التنبلة عند الطلاب انه ليك بيطلع مقطع كبسه زلك، حبيبي انت بنيته قطعه قطعه يعني، انتوا بنيتوه من جوا لبرا المبنى، طبعا حيطلع مقطع كبسه زر، ليش ما تبنوا مقطع من جوا لبرا باقي البرامج؟ بيطلع نفس الشيء على فكره. هلا كل اللي عم تشوفوه قدامكم بهالفيديو هاد بتفكروه كبسه زر، هو ما له كبسه زر بصراحه يعني. موضوع الريندر وكذا هو ما له هيك بالريفيت، يعني هذا ماخوذ على برامج ثانيه ومرندر يعني. رندر ريفيت جدا سيء ويعني لا يعتمد عليه، انا عم بحكي عن تجربه مستخدم شخصيا وعن تجربه كذا حدا مستخدمه يعني عم شوفه، ونحن كتيم عم نشتغل عنه. رفت اختصاصه فقط موضوع الرسومات التنفيذية ما بعد التخرج للشركات، ما بنكر انه عم يوفرنا وقت كتير وجيد يعني بفيدنا، وعبارة تنفيذية عليه جدا مريحة، حكي لا غبار عليه، ولكن ما بيعمل ديزاين لعالم الناس لطلاب العمارة وليس برنامج تصميم. ما انا بمشي كطالب وقعد يلا تعالوا نعمل ديزاين عليه، هذا حكي فاضي تمام. كنت اعمل ديزاين على برامج موديلينج، بعد ما الموديلينج بيخلص نعمل ريندرينج، نعرض المشروع، نعرضه على الجهه صاحبه المشروع وقت يتوافق عليها، ونجي لننفذ نعمل بقى مخططات تنفيذيه وين على اوتوكاد لكن بعدين نبيضهم على الريفيت ليتقدموا للجهات المسؤوله او لحتى نباشر بالتنفيذ لانه بيسرعنا المشروع، بس هو للتبييض وليس للتفكير. هاي بالنسبة للبيم، كمان عيوبه قد مزايا، ولكن دسم كتير هالبرنامج، صعوبة عمل أشكال معمارية معقدة منذ مراحل التعليم الابتدائية، بالإضافة لكمية الوقت والجهد الهائل المبذولة بالنسبة لباقي البرامج 3D المختصة يعني جدا صعب كتعلم بالنسبة لباقي البرامج. عم بحكي أنا إذا كنت تعملوا مبنى دائري أو شيء أو مو دائري، خلينا نقول في منحنيات بسيطة يعني حتكرهوا حياتكم، بينما باقي البرامج عبارة عن كم كبسة زر خلاص وصيرة. عم بحكي صراحة كنت تسمعوا من شخص اشتغل على كل هالبرامج، ما كنت تسمعوا من حدا اشتغل برنامج واحد وما قرب على غيره، هي كتير موضوع مهم جدا خاص بالشركات الضخمة والمشاريع الضخمة التي تستوعب كافة اختصاصات وتوظف عدد كبير من الموظفين. مثل ما حكيت مو لكم انتو كطلاب او كافراد عم تشتغل على الهندسه المعماريه، الفائده الكبرى منه في مجال التنفيذ ولا يمكن استعماله للتفكير الكتلي او الحجمي، لانه مفردات الرسم فيه تختلف عن باقي البرامج المختصه بالنمذجه، خاصه انها تفتقر لوسائل الايضاح والاخراج المعماري. هي شغله جدا مهمه عم بحكيها، مفردات الرسم فيه يعني حيط، شباك، سقف، مو لاين او بوكس او سفير او فهمتوا علي يعني. ما مشتغل نحن بنجرد وقت نشتغل بالتصميم، نشتغل اشكال مجرده وليس اشكال. ما عم اشتغل انا والله على شيء مفردات تصميم، انا ما بصمم بحيط وشباك وسقف وارضيه، انا بصمم ببوكس مكعب، بصمم ب شبه منحرف، بصمم بمتوازي مستطيلات، بصمم بهيك مين هيك بيطلع الديزاين، هيك بيطلع تشكيل الحجم. طبعا ضخامة حجمه أدسى يعني على أضرب من هاكس، أضخم بكتير، وتطلبات عمله على الكثير من الأجهزة الحالية، وتعتبر من أضخم البرامج بالإضافة لصعوبة التصدير لباقي البرامج بسبب كثرة التفاصيل. وبتصدروا من الريفت لباقي البرامج حتنصدموا بقديش في ديتيلز عم تتصدر أنتم بغنى عنه، بيطلع الفايل ضخم ومعجوق على الفاضي، ويعني في مشاكل كثير كبيرة اللي عم تشتغلوا ريفت بيعرفوها وساكتين عليها وما مسترجين يحكوا مشان ما حدا يعايرهم، لأنه
او عم يخافوا يتعلموا برنامج تاني لانه ما معهم وقت والى اخره من المشاكل يعني اللي عم تصير حاليا. هاي برامج تجبرنا على العمل من الداخل للخارج مما جعلنا نظن اننا ننجز مقاطع سريعه، ولكن الواقع اننا لو حاولنا العمل بنفس الاسلوب بباقي البرامج لوجدنا نفس النتيجه. هذا الكلام منتهي ما عليه اي مناقشه. المزايا تبعه بامكاننا نتعمل رسومات معماريه ثنائيه البعد وثلاثيه البعد دون الحاجه للبرامج الاخرى، يعني فعلا فيك ترسم مخطط كامل بسيط من دون ما تعتاز 3D، هو الحال عندك 3D بنفس الوقت، يعني انت بس حط مواصفات الجدار والشباك والى اخره وخلاص بيكرر لحاله الموضوع. كان يتعمل جداول كميات ومواد وتسريع الاعمال الروتينيه التي تؤخر المشاريع الكبيره جدا، بالاضافه الى تسهيل عمليات الارشفه ولوحات الطباعه. موضوع واضح للمشاريع الكبيره جدا حاط تحت خط وليس مشاريع صغيره، مش عايز غير بجوز يعطلها صراحه يعني. فهيك عم بحكي من خبره الشغل، ما عم بحكي من خبره الطلاب، خبره الشغل عم بحكي. امكانيه جمع كافه اختصاصات بملف واحد وتضمن جميع الادوات اللازمه لجميع الاختصاصات دون الحاجه لاضافات، مع انه في اضافات ولكن ما لكم لعزتها، هو ملف واحد بيجمع كل شيء. هاي ميزه جيده طبعا مو لكم انتم كطلاب، كشركات عم بحكي انا. امكانيه العمل على نفس الملف من قبل عدد كبير من الاشخاص بالاضافه لامكانيه النسخ الاحتياطي المؤتمت ووضع الصلاحيات الخاصه بكل شخص. يعني ها بحلو يعدل، هذا ما بحلو يعدل، هذا بحلو يعرض، هذا ما بحلو يعرض والى اخره من الشغلات. معتمدة بشكل أساسي حاليا في مرحلة عمل الإدارة التنفيذية، تلكم موضوع إدارة تنفيذية حتى عن سوريا معتمد عليه بشكل أساسي، وهي المرحلة الأولى من مراحل بناء التي تأتي بعد انتهاء من عملية التصميم والفكرة التصميمية. مفهوم ولا مو مفهوم الحكي؟